في قرية ساحلية صغيرة تحتضنها المنحدرات المهيبة ويداعبها البحر الهادر، تقطن الشابة التي تدعى إيزابيلا. كانت تمتلك شغفاً عميقاً بفن رواية القصص، لكن الشكوك غالباً ما تلقي بظلالها على أحلامها، وكان قلبها يتألم لمشاركة قصصها مع العالم، ولكن الخوف من الرفض أعاقها وأبقاها سجينة داخل حدود عقلها. في أحد الأيام زارت إيزابيلا جدها الذي كان يتجول على طول الشاطئ. كان صياداً وعجوزاً كبير في السن، وجهه المتجعد يروي حكايات عن الحياة الذي عاشها وعن المعارك التي خاضها والأحلام التي اتبعها، مفتوناً بهالة الحكمة الذي يتمتع بها. بدأت تتحدث إيزابيلا معترفة بمعاناتها وصراعها مع الشك. استمع الجد باهتمام إلى عينيها اللتين تعكسان أعماق المحيط. بصوته اللطيف شارك رحلته الخاصة عندما كان صيادا شابا، وكيف كان الشك يطارده ذات مرة مثل رفيق دائم الحضور. ومع ذلك اكتشف أن الشك السري لم يكن ثابتا دائما، بل زائرا عابرا على طول طريق أحلام المرء. تحدث الجد مع شرارة في عينيه عن الحالمين الآخرين الذين واجهوا الشك لكنهم اختاروا المضي قدما، حيث روى قصصا عن الرسامين والشعراء والموسيقيين الذين تجرأوا على مشاركة مواهبهم على الرغم من همسات عدم اليقين المزعجة. لقد اعتنقوا الطبيعة غير المتوقعة لمساعيهم الإبداعية، مدركين أن الشك كان جزءا طبيعيا من الرحلة. المستوحاة من كلمات الجد الحكيم، أدركت إيزابيلا أن الشك لم يكن عدوها، بل كان فرصة للنمو واكتشاف الذات. أدركت أن قصصها مثل الأمواج المتلاطمة على الشاطئ، تمتلك القدرة على لمس القلوب وإثارة النفوس. مسلحة بهذا المنظور المكتشف حديثا، قد عقدت العزم على التغلب على شكوكها ومشاركة موهبتها مع العالم. يوما بعد يوم انغمست إيزابيلا في نفسها وفي حرفتها، وسكبت قلبها وروحها في كل كلمة كتبتها. فقد رأت العزاء في الجمال الطبيعي الذي أحاط بها، ووجدت الإلهام في رقصة الأمواج الإيقاعية وهمس الريح عبر البحر. من خلال كتاباتها استحوذت على جوهر القرية التي تنسج حكايات الحب والخسارة والقدرة على الصمود. في إحدى الأمسيات المصيرية استجمعت إيزابيلا الشجاعة لمشاركة قصصها مع القرويين، وبينما كانت واقفة أمامهم كان صوتها يرتجف، ولكن العزم كان يتوهج في عينيها. كانت تقرأ حكاياتها بصوت عال، وكل كلمة تحمل ثقل شغفها وشغفها، وأدهشها الانتصار على شكوكها. واستمع القرويون بانتباه واهتمام سريع، وانفتحت قلوبهم على السحر المنسوج في كلماتها، ولمعت الدموع في عيونهم، وزينت الابتسامات وجوههم. قصص إيزابيلا أثرت فيهم بعمق،
في تلك اللحظة ذابت وتلاشت الشكوك مثل ضباب الصباح، ولم يترك سوى إحساس بالهدف والإنجاز في أعقابه. انتشرت كلمة براعة إيزابيلا في سرد القصص كالنار في الهشيم، مما جذبت المسافرين من كل مكان لسماع حكاياتها، وأصبحت منارة للإلهام تذكر الآخرين بأن الشك لم يكن عائقا بل حافزا لاكتشاف الذات والنمو. توافد الأشخاص الذين يبحثون عن اكتشاف الذات والنمو إلى القرية حريصين ومتلهفين لتجربة القوة التحويلية لرواياتها. مع مرور السنين قصص إيزابيلا تجاوزت حدود القرية ووصلت إلى أراض بعيدة ومست حياة عدد لا يحصى من الناس، وأصبحت راوية قصص موقرة تحظى بالإعجاب ليس فقط لكلماتها ولكن أيضا لإيمانها الراسخ بقوة الأحلام. ترى في الحياة وفي حياتك الشك شعور طبيعي، لكن لا تدعه يتحكم بك، لا تدع الشك يطفئ شمعة إبداعك. تذكر أن الحياة مليئة بالتحديات لكنها أيضا مليئة بالفرص. لا تدع الشك يمنعك من تحقيق أحلامك، اتخذ خطوات ملموسة نحو أهدافك حتى لو كانت صغيرة، كل خطوة تخطوها تقربك من هدفك وتقلل من تأثير الشك. عندما نختار احتضان إبداعنا ومشاركة مواهبنا الفريدة يفقد الشك قوته في إعاقتنا، يمكننا أن نجد العزاء في الجمال الذي يحيط بنا ونثق في القوة التحويلية لأحلامنا. ركز على ما يمكنك تحقيقه بدلا من الشك والقلق بشأن ما قد يحدث. لديك القدرة على التغلب على الشك وتحقيق أحلامك. مع المثابرة والإيمان بنفسك يمكنك التغلب على الشك وعيش حياة مليئة بالإبداع والتحقيق. كان هذا قصة تحفيزية لك ولي وللجميع، لنتغلب على مخاوفنا في الحياة ونعيش حياة أفضل يوم بعد يوم. شكرا على المشاهدة.